بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا نعبد إلا إياه، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اجتباه ربه وهداه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه، سلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واشكروا نعمته عليكم، فقد أنعم على هذه البلاد وأهلها بنعم كثيرة: صفاء في العقيدة، واجتماع للكلمة، وتوفر واستقرار للأمن، وأرزاق دارة مباركة، وعفة لرجالها ونسائها في أعراضهم وأخلاقهم، فهي نعم عظيمة. تقام الحدود ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويحكم بشريعة الإسلام على الكبير والصغير والخاص والعام. إنها نعم عظيمة تحتاج منا إلى شكر، وإذا لم نشكرها فإننا نعرضها للزوال. قال الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. عباد الله، إن أعداء الإسلام عامة، وأعداء هذه البلاد خاصة، يريدون أن يزحزحوا هذه النعم وأن يزيلوها عنكم لتكونوا مثل غيركم في البلاد الأخرى، وهم أعداء من الداخل والخارج، يتعاونون على تغيير مسيرة هذه البلاد. فمنهم من يدعو إلى الشرك وإفساد العقيدة، يدعو إلى عبادة القبور والاستغاثة بالأموات، ويقول إن هذا من باب التوسل إلى الله بالأولياء والصالحين كما قال المشركون من قبل، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فالشبهة هي الشبهة، وقد دحضها الله عز وجل في كتابه الكريم، لكن هؤلاء يريدون أن يعيدونا إلى الجاهلية الأولى ويفسدوا عقيدتنا. ومنهم من يبيح الذهاب إلى السحرة الذين حذرنا الله منهم وحكم عليهم بالكفر وحرم السحر وجعله قرين الشرك، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. إن السحر كفر بالله. قال تعالى عن اليهود: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان
ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فأخبر سبحانه وتعالى أن السحر كفر تعلمه وتعليمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. وقال عليه الصلاة والسلام: ومن سحر فقد أشرك. فالسحر كفر وشرك. ومع هذا يقول بعض المغرورين إن التداوي بالسحر والذهاب إلى السحرة للعلاج أنه لا بأس به، فيتداوى الناس بالكفر والشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا تداووا ولا تداووا بحرام. والسحر هو أعظم الحرام، لأنه كفر بالله وشرك بالله. فكيف يجوز للمسلم أن يتداوى بالشرك ويتداوى بالكفر؟ لولا أن بعض العقول قد انطمست، فواجب على المسلمين أن يتنبهوا لذلك، لأنه ذكر لنا أن كثيرا من الجهال اغتروا بهذه الفتوى وصاروا يذهبون إلى السحرة ويتعالجون عندهم ويقولون بذمة فلان الذي أفتانا، ويأمرهم السحرة بالذبح لغير الله عز وجل، ويأمرونهم بأشياء من الشرك والكفر فيطيعونهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك هناك من يحاول تفريق كلمة المسلمين ويحاول الإخلال بالأمن، فيقوم بالتفجيرات ويقوم بالقتل وترويع المسلمين، كل ذلك من أجل تفريق الكلمة والإخلال بالأمن وترويع الناس. وإنما يتبعون من يملي عليهم هذه الأفكار الخبيثة من أعداء الإسلام في الداخل والخارج وأعداء هذه الأمة. فيجب علينا الحذر من هؤلاء وحفظ أولادنا أن يذهبوا معهم أو يجلسوا معهم أو يخلوا بهم. علينا أن نحفظ أولادنا، وعلينا أن نبلغ عن كل من سمعنا أنه يدخل في هذه الأمور، لأن هذا من النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. والأمن أمن الجميع، فإذا اختل الأمن ولا حول ولا قوة إلا بالله، لم يأمن الناس على دمائهم ولا على أعراضهم ولا على أموالهم، ولم يستقر لهم قرار، بل يصبحوا خائفين في بيوتهم وقعر دورهم، كما تسمعون الآن من الحروب الطاحنة التي عن يمينكم وشمالكم، وما يترتب عليها من القلق والاضطراب، وما يترتب عليها من سفك الدماء وضياع الأمن والاستقرار، وكل هذا بتخطيط من الكفار ليفسدوا على المسلمين دينهم وأمنهم. فلنحذر من هذه الأمور، ولنكن على حذر منها، ولنتعاون في مكافحتها. كذلك نحن والحمد لله على نزاهة في المكاسب والمطاعم، إلا أن هناك من الناس من يفتي بالمحرمات، المعاملات المحرمة، فيفتون بأخذ الربا، يفتون بأخذ الربا ويقولون إنه من الاقتصاد. وكما قال الكفار من قبل: إنما البيع مثل الربا، ويسهلون على الناس طرق الربا
ويعملون الدعايات العريضة لدخول الناس في المعاملات الربوية، فلنحذر من هذا الأمر فإنه خطير جدا. فإن الله سبحانه وتعالى قال لنا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وفيما أحل الله غنية عن الحرام، فالحلال وإن كان قليلا فإنه مبارك، والربا وإن كان كثيرا فإنه منزوع البركة، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. ومما حرم الله من المكاسب القمار، وهو المراهنات وأخذ الأموال والجوائز على المراهنات، وهو الميسر الذي حرمه الله وجعله قرين الخمر في كتابه: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. من الناس من يتعامل بالرشوة التي هي سحت وحرام شديدة التحريم، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش بينهما، وسماها الله سحتا. قال سبحانه وتعالى عن اليهود: أكالون للسحت، والسحت هو الرشوة التي هي من طعام اليهود، قبحهم الله. فمن هذه الأمة من يتساهل في أخذها، بل ربما لا يطيب له العمل إلا بالرشوة وأخذ الرشوة، ويتخذونها مغانم من أموال المسلمين، ويقولون يسمونها هدايا، يسمونها أتعابا، يسمونها بأسماء، وهي الرشوة الملعونة، والملعون من أخذها ومن دفعها. فعلينا أن نحذر من ذلك. والرشوة هي إعطاء المسؤول أو الموظف، إعطاء المسؤول أو الموظف أو المدير شيئا من المال من أجل أن ينجز المعاملات، أو يحابي مع الراشين يقدمهم على غيرهم، أو يعطيهم حقوق الآخرين. هذه هي الرشوة التي تفسد الديار وتقسم الأعمار وتدعو إلى الخراب والدمار. فعلينا أن نحذر من الرشوة وعن انتشارها، وقد انتشرت عند كثير من الناس لكن لا يسمونها الرشوة. يخادعون الله والذين آمنوا، يسمونها هدايا، يسمونها حقوق أتعاب، يسمونها شرهة أو ما أشبه ذلك من الأسماء التي تستر الرشوة القبيحة. فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى ونحذر من هذه الأمور الخبيثة التي يروجها أعداء الإسلام والمسلمين. إن الكفار لا يبالون بالحرام، لأنه ليس بعد الكفر ذنب، ولكن المسلم الذي يخاف الله ويتقيه كيف يجوز له أن يأكل الربا؟ وقد لعن صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، كيف يجوز له أن يأخذ الرشوة؟ وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والساعي بينهما وهو الرائش. قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من البيان والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وسار على سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى، واعلموا أيضًا أن هناك من يحاول إفساد نساء المسلمين، يحاول أن يفسد نساء المسلمين ويجعلهن يحاول إفساد نساء المسلمين ليجعلهن مثل النساء الكافرات والفاجرات والفاسقات. فهم ينادون بهتك الحجاب، ينادون بالسفور وترك الحجاب، ينادون بالاختلاط بين الرجال والنساء، ينادون بإزالة الفوارق بين الرجال والنساء، ينادون أن تتولى المرأة أعمال الرجال وأن تسافر وحدها بدون محرم، ويقولون ما الفرق بين الرجل والمرأة؟ والله جل وعلا الذي خلق الرجل والمرأة قال: وليس الذكر كالأنثى. فهم يريدون أن يحادوا الله ورسوله ويفسدوا أخلاق المجتمع. فحافظوا على حرماتكم، حافظوا على نسائكم، ألزموهن بالحجاب، امنعوهن من الاختلاط في الأسواق ومحلات البيع والذهاب إلى الحفلات المختلطة في الأعراس وغيرها والمصايف، حافظوا على نسائكم. وبالنسبة للمصايف في هذه الأيام، فإن كثيراً من الناس ينطلقون من أخلاقهم وينطلقون من عقولهم، فيسرحون ويمرحون ويلهون ويأتون بأنواع اللهو كأنهم غير مكلفين بعبادة الله وغير مضبوطين بأوامر الله، كأنهم بهائم، بل البهائم أطهر من بعضهم. فعلينا أن نتقي الله وأن نحافظ على أمننا واستقرارنا، نحافظ على نسائنا، نحافظ على أول شيء على عقيدتنا التي هي أساس ديننا. علينا أن نحافظ على هذه النعمة التي حبانا الله بها. أيها الإخوة، إن المسلمين في هذه البلاد ليسوا كغيرهم، وإن كان المسلمون في جميع أقطار الأرض هم خيرة الناس، ولكن المسلمين في هذه البلاد ميزهم الله بكونهم في بلاد الحرمين، وكونهم في جزيرة العرب التي منها انطلق الإسلام وبعث منها الرسول صلى الله عليه وسلم، ونزل على أرضها القرآن الكريم، وجعلها الله قائمة على الأمم. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لو فسدت هذه البلاد ولا حول ولا قوة إلا بالله لفسد المسلمون أو أكثر المسلمين في أقطار الأرض، لأن هذه البلاد هي القدوة، وهي مركز الإسلام، وهي منبع الدعوة، وهي مشرق النور. فنحن نتميز عن غيرنا ونؤاخذ أكثر من غيرنا، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. اتقوا الله عباد الله، واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مستقرا يا رب العالمين. اللهم من أرادنا أو أراد ديننا أو أراد أمننا واستقرارنا بسوء فأشغله بنفسه، واردد كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره.
إنك على كل شيء قدير. اللهم دمر أعداءك وأعداء المسلمين من اليهود والنصارى وسائر الكفرة والمنافقين والمشركين والمرتدين. اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم أضعف قوتهم، اللهم فرق جماعتهم، اللهم سلط بعضهم على بعض واشغلهم بأنفسهم وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم إنهم بغوا وطغوا، اللهم إنهم بغوا وطغوا وظلموا وجاروا على عبادك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، إنك على كل شيء قدير. يا قاصم الجبابرة، يا كاسر الظلمة، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، وأرح المسلمين من شرهم، وطهر الأرض من رجسهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم ولي علينا خيارنا واكفنا شر شرارنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أصلح إمامنا وولي عهده، اللهم وفقهما لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، وخذ بناصيتهما إلى الحق يا رب العالمين. اللهم انصر بهم دينك، واعلي بهم كلمتك، واقهر بهم أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم أصلح بطانتهم، اللهم أبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين، وأبعد عنهم بطانة السوء، اللهم أبعد عنهم بطانة السوء، اللهم أبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروا نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.